بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سماحة الشيخ الجليل السيد محمد يوسف أحمد إبراهيم الشريف الجيلاني، الأستاذ السعادة الدكتور عمر فاروق عبد الله، زميلنا الأساتذة والدكاترة وحضور الجمهور، الضيوف الذي جاء من خارج غامبيا، نساء والرجال، نحن سعداء الحمد لله في هذا المؤتمر 11 في هذه اللقاء في غامبيا، اللقاء السنوي، وأيضا نصلي أيضا لسلطات غامبيا، سلطات غامبيا والشعب الغامبي والموجودين في هذا البلد الجميل والجميل بكل شيء بوجود المسلمين في هذا البلد المبارك. فأنا أقول كلمة مختصرة عن شعار هذا المؤتمر، وهو كما يقول نظام الجمال والحسن في الإسلام. فلم يكن الجمال والحسن إلا في التصوف. فنحن الآن نعيش، الأمة الإسلامية تعيش مرحلة يعني خطيرة، ربما أخطر مرحلة في حياة الإسلام، يعني مرحلة لم أكن من قبل. الأعداء الإسلام حاولوا يعني مرات سنوات قرون أن إبقاء الإسلام فلا يستطيع. فالآن في هذا الزمن يعني حاولوا مرحلة يكون من الداخل داخل الإسلام، فصنعوا جماعات وفي هناك داخل الإسلام وداخل المسلمين أسماء المسلمين، وكانوا يعني جماعات خطيرة. ونحن وتكلم عن اسم الإسلام وللأسف عن العقيدة الإسلام، وهم يقتلوا الناس ويفرق الناس تفريق الناس والأمة الإسلامية، تكون يعني مرحلة خطيرة جدا. فنحن نعيش في الأمة الإسلامية في هذه المرحلة. نحن وأنا أتذكر كلمة للشيخ محمد الجيلاني الحمد لله حفظه الله، أن شبه هذه المرحلة الخطيرة للأمة الإسلامية بالبحر. البحر فيها عاصفة كبيرة، هذه العاصفة لم يكن إلا النجاح، ويكون السفينة النجاح هو سفينة الأولياء. السفينة الأولياء إن شاء الله نكون نحن هذا الطريقة القادرية في هذا الزمان متسلسلة للشيخ عبد القادر الجيلاني حفظه الله، الله يحفظهم جميعا، متسلسلة للشيخ شيخنا الجليل شيخ محمد الجيلاني. فنحن في هذه المرحلة نكون إن شاء الله في هذه السفينة، سفينة النجاح وسفينة في هذا البحر للعاصفة، نكون سفينة النجاح، سفينة الأولياء. فمن ضمن هذا الشعار في المؤتمر، والشعار يتكلم عن الجمال والحسن، فبالو يكون الجمال بلا تصور. فأنا اسمحني يقرأ بعض الأفكار في هذا التعريف عن التصوف البسيط، يعني كلام يعني مختصر، وإن شاء الله نختم في هذا الكلام. ويكون فماذا عن التصوف؟ وما التصوف إلى بناء الإنسان، فإن في التصوف فيه تجربة، لكنها تحت نطاق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، لا يستطيع أن يخرج عنها. أو كما قال الإمام الجنيد، طريقتنا هذا مقيدة بالكتاب والسنة، لكن في نفس الوقت له تجربة وله كلام عن التخلي والتحلي والتجلي. لنا مدارس التصوف، هذه المدارس تركز على حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام، نحبه وهو صلى الله عليه وسلم،
الطريقة الوحيدة للوصول إلى الله، والحب عطاء نحتاج إليه في هذا العالم، والحب يتولد من الرحمة، لذلك الرحمة هي الأساس، فهذا الحب يقتضي أن يكون من الرحمة، ويقتضي أن يخرج منها الصبر، فالصبر جميل، والله المستعان على ما يصف، على ما تصف، ويخرج منها الكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكريم حتى من غير المسلمين، والنبي كان كريما وكان حليما وكان رحيما، وهكذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فهذا الحب لا بد أن يحضر الآن في العالم العولمة، في هذا العالم الجديد الحديث الخطير. من غير الصوفية يستطيع أن يرسم طريقا أو منهجا إلا إلى الله سبحانه وتعالى من الذكر والفكر. لا أحد غير الصوفية. أهل الصوفية هم الذين يعرفون كيفية الذكر والفكر، وكيفية التخلي والتحلي والتجلي. فنحن أقوياء، أقوياء لعلمائنا ولشيوخنا ولأوليائنا، أقوياء لأن نذر الله سبحانه وتعالى لجعلنا الدنيا في أيدينا ولا تجعلناها في قلوبنا. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إنما هي أزمة خلقية فكرية فلسفية، كلما تحتاج إلى إنسان إلى أن نعود مرة أخرى أمام الله إنسانا آدمي، وهذا ما يكون إلا بتطبيق ما علمنا من مشايخنا الكرام. ومن أجدادنا في هذا التراب. لذلك التصوف هو المسؤولية الكبرى وأمانة، لا يمكن أحدا أن يقيم في التصوف إلا أهله. نحن نعيش الخيانة والكبي في هذا الزمن، لأننا تركنا المدارس الأخلاقية. لا يمكن الشريعة والفكر بدون التصوف، ولا يمكن التصوف بدون الفكر ووصوله. القلب إذا تطهر يكون بيت من بيوت الله، وإذا لم تطهر يكون بيت من بيوت الشيطان. يعني المطلوب منا أن يطهر هذه القلوب بذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شيوخ والأولياء الله رضوان الله عليهم، بدون المحبة والحياء لم يكن بلا شيء. إذا شربنا من بحر الأولياء تجد كل شيء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس الأمارة ثم النفس اللوامة ثم تسير إلى النفس المطمئن. ونسمع نداء رب العالمين: ارجع إلى ربك راضية مرضية. فتحتاج إلى شيخ المرافق لكي تصل إلى هذه المرحلة. فادخلي في عبادي. من هم هؤلاء؟ هم الصالحين الأولياء المقربين. فادخلي جنتي، يعني جنة المعرفة، يعني معرفة الله أحلى من الجنة. إذا وصلت إلى باب المعرفة خلاص أصبحت من الذين قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فلا بد من التربية، لا بد من المحبة. وهذا الذي وجدت في هذه الجماعة، في هذه الطريقة، الطريقة القادرية، طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني المتصلة إلى شيخنا الجليل الشيخ محمد يوسف أحمد إبراهيم الشريف الجيلاني. وجزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.